دون زور. اولا بعد ارتقاء التشكر بعد الاستاذ نجيب خفوي ضغن البرنامج من تسكرت لان البرنامج كان شيق يحلى ليش مجمعي دوكال يجمع الفنانين يجمع بزاف الحوايج يعني راك تشكر بزاف 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 خويا المبادره انك تشكر. كان نفسي كان نجيب خبيري تنقرا عندنا تسكر كان الناس خصورين كان الناس كله وين يستفيد ولا وين يتبعن ولا وين يسكرنا دي كومنتير أرتشكر غمتنا الناي حاطر ندوينا وري حاطر ندوينا يسوينا دي حيطر أرتشكر أستاذ نجيب الزول نجيب الزول الزول قلنا في السبيد تنمرت لش الاستضافة تنمرت لش الدين جبان دولة خطرة ديتشن السورة بانك الساعين إحنا نتمنى نتمنى تتبرتجان وما رد يسيب المجني. مساء الخير يا نجيب. مساء الخير كله نايت تبع لك المغرب ولا برا المغرب. سني مير بزاف نجيب خويا البرنامج صراحة المبادرة يحلان راك تشجع ان شاء الله تواصلت ان شاء الله سلاك. تنمير تنمير تنون هي تمازير وين الا المغرب ولا وين الا خارج ارض الوطن مش من نسكي مغربين ولا كله ما متى مش من الجنسية إلا مرحبا. أرد الشكر غمتنا الناي حاطر ندوينا وري حاطر ندوينا يسوينا دي حيطر أرد الشكر أستاذ نجيب دون زور. زولين دوكا زر في اللون أزول أنتي متى زول نفرة أزول نتطفي أزول كل ما ذوك أحلام أزول أحلام أمر بي إمس فليد النغان أول دون نزور يمكن تسنم أم ديما أنا لدي قون دي غس البرنامج أول دون نزور إلا دي غناس دا يون ونزور ينزور نسامر نغدي تمازير تنتين غير لدي نغ صابر نجاح بيان سو قبل تبدوغ قصيرة عندي ديكاس يامينا جيجي ليلي ليلى لا بتيت ليليا بيان سو مرحبا يسون مرحبا يسكنت بيان سو البرنامج اول دون نزور الصدق الذي يقولون نزور أم قران صابر نجاح من ميس نسدغوت الصراحة نمي زريغ والسن غيس لان بزاف من الناس السن ميدوه فوالا نعاود ديديكاس ديال تيسنا تيكال بيان سور جيجي يامينا ليلي اي ليليا اي ليلى تينيغا بيان سور جويز انيفيرسير ليليا وانا ديني حاضر اللي يكون بارتاجاوات كنا شويه بارتاجان يخفينا نتيدي اون لين نكوني نداكل صابر نجاح يون تحيه خاصه على خير ندي ليلان ولا سفيان خليل كله كله وانا اللي حاطر نجيم الدوكال تنمرت نون جو بونس قن نبدو جوت سوت لا شانسون صابر نجاح نقول زيرون ام دوكال قيمة ديكناغ على شانسون صابر نجاح نايكن صافي قيمة ديكناغ لا شانسون صابر نجاح نقول زيرون ام سفيان عزانين باش ديرو نكمل تنمير تنون صابر نجاح هاك لا شانسون صافي تنمير تنون ام توكال اوال دون زور اللي بيقول نجيب المنصوري لو تي وحصلتي انت اللي بديتي
لقتي وحصلتي ولا وليتي قاسية شوفي كيفاش كنتي بادية والله راكي غلطانة الحب مدرسة أنا ولا وليتي قاسية شوفي كيفاش كنتي بادية والله راكي غلطانة الحب مدرسة أنا صافي صافي باي قادر نعيش بلا بيك صافي صافي باي نمشي ونخليك صافي صافي باي قادر نعيش بلا بيك صافي صافي باي نمشي ونخليك برنجاح من بيسنس دغوت قد نغرب ينسو انصمبلي ونظرنا سابير سجاتي سقسيتنا النون سواك تليفون غد فالا نغري سابير دينا يلي ديريكسان وليني قيمة دينا مسفريد نعزانين قيمة دينا ألو ألو وي سابير تلي دينا ديريكت أول دونا زور مرحبا خويا نجيب المنصوري تنميتني خيان يعني لنديك مسفليد من غاية عزان لنديك نغا ذاك سفليد مرحبا كل ما يسفليد مرحبا يسفل كل شيء فوالا رايك تجاب شات السكرتي هذا سن بياس وصرحبت مسفليد عزانين وكان باش نكش مسر سريس قسيتنا مرحبا واخا مرحبا كل مدى 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 مدي سليد مرحبا كل مدى اتحاد المصاوم راد غير استغيوت والترحيب العربية وي ديديكاس ديديكاس الأخ العزيز الشاف ديالنا البشيري عبد العزيز البشيري مرحبا مرحبا شكون تاوري السينيت الحيط وبيان سور بيان سور ريس مرحبا كنرحب به كما حب به بالعربيه باش يفهم حتى هو وبيان سور غني المشكل كني تغيسات سكرت الحيط سكرت السمازيغ غني المشكل هي مره غادي مره نهضر بالعربيه ومره بالشلحه باش كلشي يفهمكم داكوغ داكوغ عاودنا نكني البرنامج نعاودنا نزور مرحبا بلي فان ديال صابر نجاح الفنان ديالنا اللي تنصطفوا اليوم في برنامج اول دونازور مرحبا بكم كاملين الناس اللي تسمعونا صابر نجاح بحرنس اللي صافي صافي انا بدو يسقسيتنا النغة ديما يمكن ان بدو يسقسيتنا النغة انيني ما ديقنا صابر نجاح وريكت ما كنسمعكش مزيان خويا نجيب وداك السلام مزيان انيني ما ديقنا صابر نجاح يمكن ناس بدا ديما لك الاسئلهين وانيني ما ديقنا صابر نجاح يعني من ناحيه الفنيه نوض من ناحيه الشخصيه كلشي صابر نجاح ما ديقنا صابر نجاح صابر نجاح انسان عصامي يعني بنادم يخدم غير في نصي في النص وردي في والو غور لا فامي ولا غور الوالدين ولا والو المهم ان الطريق في النص اللي يسكر بريد النص
يغفنسي يدخل يكشم الموسيقى يكشم ميم سيور ديو في ايتا غير هي كما زير تنس باش اتتبع، ولكن المهم يسكر بريدنس يغفنس اريتنا غريتنا اللي الحمد لله اتيني يغفر نجاح، ولا واخا انسانيا ولا فنيا ديما ديالي يصبر نجاح. هذا هو يعني النغدي انسان عصامي. من الناس ما زرت نصابر نجاح مدينة ما زرت نصابر نجاح تمازيرتين وهو تين غير اكزاكتومون ايت بولمان دينا غيد لوليغ دينا يخطرخ ابري لي ظروف شخصية وعائلية انتقلنا لبومان دادس وتمك قريت وتالباك وعندي بزاف ديال لي زامي تما وتنعرف الناس بومان اكثر من تين غير بحكم انني دوزت الفترة كبيرة من تقريبا من 50 حتى ل 21 ولا اكثر وانا في بومان دادس، يعني قريت فيها وكنعرف الناس بزاف تما ولي زامي اكثر من لا فامي ديالي تما، يعني تعرف الناس اكثر من تين غير فهمتيني. داكوغ من بومان دادس وي انتقلت لكازا، انا دابا حاليا نسوق كازا وخدم في كازا حاليا. داكوغ صابر نجاح مكسريت نكمل زعما الحلقه استعربت وغير لو ديال المشكل نغيت نكمل استعربت اشكو جو بونس الا غير بزاف لي فان استعربت ماشي مشكل. لا 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 غير هاد لي فان كيما زير يا فو بروبليم غير داكور يخصنا الناس كل حق الناس كل شيء، يعني نعطيو حق ليش كازان نعطيو عاوتاني الحق ليت مازير فهمت. داكور اوكي داكور مره الصلحه مره العربيه باش كل شيء يفهم باش كلشي يبقى على خاطره. داكوغ دونك صابر نجاح من ميس نيت بولمان من ميس نتين غير وانا وريزرين بيان سور شكون الصراحه صابر نجاح يبين لي ديون اسم فني يوني اسم فني يعني اترونج شويه يعني قلنا براني خفت مازير شكون دات سلاتي يسمون وانا ولكن اسم نكين اذا اسم نكينيك فغي من غير اسم فني ديك صابر نجاح. انا قد اشرح في القضيه اسمي نو اكزاكتومون هو صابر نجحي. داكور صابر نجحي ولكن بحكم انني غير شويه اتغير في نجحي غير هذا الشيء اسم نجاح وي تيمنا النجاح سلامه ديال المغنيه تخاتات مصريات تحلغوري بزاف الاغاني سكي في ان اللي اختار نجاح ايوا نجحي اختار نجاح. داكور تاتا دغوري لان اي تري اكزاكتومون اصلا غير هي لا كارت ارتستيك الرباط انا نذكر كنا انك ضروري اسم فني دغور كي لي الوغ اضطريت انني ندير نجاح صابر نجاح في لا كارت ارتستيك. داكور داكور قد ندو كلشي سرينا صابر نجاح غير غادي كن جو بونس هذاك نسوا لا يمح الصعره بصح ولكن عذر الحال ماشي مشكل. لا لا صابر نجاح كيفاش كانت البدايات الفنيه ديالك؟ دابا غادي ترجعني القديم الزمان وي بيان سور داك الشيء علاش نقلب انايا كيفاش كانت البدايات ديالك. بون انا غادي نقول لك كما كتعرف بومان دارت ولا فتين غير ولا في لي ريجيون كاع ديال الصحراء ديالنا ما كاينش شي معاهد لا ما كاينش شي مدارس اللي انك ممكن تقرا فيهم ولا تعلم فيهم الموسيقى ولا تعلم شي حاجه اللي انت بغيتيها. وي الوغ انا بحكم انا من ذوك لي ريجيون وانا من صغري كنت نبغي الموسيقى كنت نبغي العزف وكنت نبغي سميتو ولكن ما لقيتش العود ما يعني ميم سي انا كنت بغيت العود وكنت نحفظ الاغاني الشرقيه بزاف واغاني مغربيه ولكن ما لقيتش العود باش نتعلمو ما عندي كي ندير ما كاينش شي معهد تما باش تعلم العود. وي اشنو هو اقرب حاجه ليا انه اكثر يعني اقرب حاجه من العود ربما لقيت الوتر بحال ديال العويشه. وي هادشي دابا نهضر لك على لي زاني وقيلا لي زاني 90 وقيلا 99 98 حتى ل 2000 الوغ خديت الوتر ديال الرويشه وبقيت كندندن فيه وكنتعلم وكنتمرن وكنعاود الاغاني ديال الرويشه وكنحفظهم. داكا ولكن واخا هكاك ما لقيتش راحتي ما لقيتش مازال ما لقيتش الداس ديالي كيما تيقولوا. الوغ من بعد القرايه وكذا و
ابري الباك رجعت جيت خدمت في لا فارماسي وجيت لكازا باش نخدم. الوغ ميم خدام او ميم طون كان دخلت الكونسيرفاتوار المعهد الموسيقي وكنتعلم موسيقى واختاريت العود ومن تما كانت الانطلاقه ديالي وبديت كنتعلم العود وكنعزف وكنتمرن وكنتلقى مع الفنانين وكنجلس مع الناس و فوالا هذه هي البدايه اكزاكتومون الى بغيتي داكور دونك دونك هذه تات شويات سيرفز زعما نادينا حاطر ناس داك اول دونازور هذا سنيني نغي انسول تعرب شكون كله ذات فهم تعرب ولكن لان بارمين بارمين ناس في لدني يصابر نجاح اعراب نجاوب لي باش نسول تعرب شكون لا بلو بار ناس يسفلي سن تعرب كل غنى على المشكل سواء كتعرب سواء كوانا سواء كاكس مازيغت نكوني بيان سوغ مازيغ نلقى صابر نجاح ارتيست انت مازيرت انت غير ولكن قنفك الفرصه ودي مدنياتني نولي سن البرنامج نولي سن صابر نجاح عايز ديكوفران صابر نجاح هي دابا الا بغيت ندخل في سميتو واخا انا ما وجدتش اصلا بالكيستيونير بالعربيه دونك انت خريج معهد موسيقى وي اكزاكتومون انت خريج معهد موسيقى اش من اله درتي معهد سيدي بليوط معهد سيدي بليوط في الدار البيضاء داكور درتي معهد موسيقى درتي اله ديال العود وي آلة العود وقسم الموشحات قسم الموشحات كنت عاوتاني في الوغ نقول لك القضيه ديال المعهد كيفاش بدات باش هادشي في 2009 لقيت مع واحد صاحبي كان جاري هنايا في الخدمه وقال لي راه تيقرا في الكونسيرفاتوار هو اللي شجعني ودخلت المهم دخلت في الكونسيرفاتوار ودخلت لقسم الموشحات هي الاولى حيت بحكم الخدمه ما عنديش الوقت باش نقرا العود فهمتي باش نقرا السورفيج ونقرا العود ما عندي كي ندير يعني الوقت اللي عندي هو السبت في العشيه كيف اشنو كاين في السبت في العشيه هو الموسحات دخلت قسم الموسحات وبديت كنتعلم وتفطرت من بين يعني الدراري اللي كانوا كاع تفطرت ودخلت وكنت من بين الجروب ناسيونال ديال الكورال المغربي ويعني غنينا في الجمعه ديال الموحد ديال الحفلات وكان هادشي معيه المايسترو عبد السلام الثلاثي معروف الصعيد المغربي وغنينا في بزاف ديال المهرجانات بزاف ديال الحفلات في دوزيم غنينا في الرباط غنينا في يعني في بزاف ديال الحفلات أطري الموسحات عاود ثاني يعني أطري الموسحات هذا كان عندي الوقت يعني ماشي كان عندي الوقت إنما أوليجين ديال الوقت الراسي درت عاود ثاني الوقت الراسي وليت كنخدم سيمانة كاملة والسبت العشية تنقرأ موسحات وفي الحد الصباح وفي العشية تنقرأ العود يعني ولات الوقت ديالي كامل عامره يعني ما عنديش شي وقت اللي نرتاح فيها ولا نجلس فيها ولكن مع ذلك الحمد لله حققت داكشي اللي بغيت هذا هو المضمون فهادشي كله داكور بصابير جو بونس غادي نسمعوا دابا واحد اغنيه نسمعوا جانا الهوى ديال عبد الحليم حفيظ بالصوت ديالك ياك ومن بعد نرجعوا وواحد المفاجاه نخليوها للجمهور تاغو في الاغنيه اللي غنيتي بالامازيغيه نخليوها من بعد دابا نسمعوا المقطع من جانا الهوى خليك معنا يمسف لي دنا عزانين قمه ديك صابر نجاح الاغنيه جانا الهوى الناس اللي ما تيعرفوش الشلحه خليكم معنا ولكن ضروري بيان سو خصكم تعلموا الشلحه جانا الهوى بصوت الفنان ديالنا صابر نجاح قمه ديكنا اول من نزور تنميرت
يمشي الأسمراني شبكنا بالهوى ويمشي الأسمراني شبكنا بالهوى أمرمان الهوى ونعسنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا واللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي يا بابا ده حبيبي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا يا رميلي الحياة عينك لتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميلي الحياة عينك لتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح الديد ولا التنهيد ولا على الفرح جانا الهوى بصوت الفنان صابر نجاح غادي نذكركم بالامكانيه ديال التواصل ديالنا الاسئله ديالكم في الكومونتير ولا على التليفون ولا الواتساب 00 37 67 41 038 00 37 67 41 031. تنتسناو المكالمات ديالكم والتعليقات ديالكم. معنا اليوم صابر نجاح الفنان التنغيري جانا الهواء بالصوت ديال صابر نجاح. بقاو معنا. اللي شبكنا يخلصنا صابر نجاح. الو وي الو الو وي اللي دقنا المباشر راك معنا في المباشر. مرحبا خويا نجيب انا معك. فوالا صراحه نسول شويه شلحيت من مزنتين غير نيت غناني سنت المقاطع سيون الصوت صراحه ما شاء الله صراحه سي تيتا يمكن غورين كذا كتيلي نغ ولا اعتراف غورين كين لا في اختي نتين غير يتشرف ايتين غير هادي سي اليوم من هاد الايدان صابر نجاح. شكرا شكرا اخويا هذا اعتراف هذا يعني جميله خاطري طفلان يا افلان يختين وين كيتختينين. شكرا بزاف اخويا نجيب عليك على أو هي دي غلا دي غادي نغمد نايس فليد نسرفة تغس دغ اونيكسيبسيون نسول السعراب تأشكو بيان سوغ لان بزاف نمدن نايس فليد ني صابر نجاح صراحة قاك دالبيدا نكوني ميس نسمع زيت نايد دغ ان بيوين غادي قا وردي سيدي المشكل نساول السعراب باش مدن عاد تفهم مدن ندين دغ كلكم كنا ميم دنا يسفليد يمسفيد نعزانين اول دو نازور تفهم سعراب تفهم تجي الحيت ولا دي المشكل. صابر نجاح نمشيو للسؤال الاخر. النمط الموسيقي لصابر نجاح هضرنا على قبيله قلتي لي الموشحات تخصص الموشحات وي
ولكن النمط ديالك ستيلك باش معروف صابر نجاح. الو الستيل ديال صابر نجاح هو شرقي صراحه اش كل لازم طافي وقيلا قاش لا مصبع شويه وي 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 ماليش الجن لا الى المارش الى المارش وقيلا البارسا اوكي هذا هو الثاني اوكي المهم ستيل صابر نجاح يمكن تراك نيغيكا شرقي مغربي ولكن إذا تحاول غديك أديك سيجا أديك ميلونج خصك الحيط داكوغ يعني الشرقي مغربي كيكس تكسن ديك تنحيت شوية داكوغ يعني راه تجدد راه فكرة جديدة ربما وراها قيمة نمطية دانا سكر لا بليبار اللوطار الكيتار دانا تاش الحيط تكتاش الحيط أمازيغي كان متعصب وراها كاينين غادي صابر نجاح قنوغول سر لا شونسون نتاغو في أبخي ولكن دغيك نسولخ في النمط الموسيقي نيوسي صابر نجاح النمط الموسيقي كيطيك ميغي شرقي العود اي حاجه يعني النمط يمكن داك ني راه تحكي الموسيقى راه ديسكرون جديد يا طنين بالنسبه للالحان بالنسبه للموسيقى بالكلمات فهمت اتفادي ان النمط وريت يا ميلونج مره اشكو اي فن في لي ميوزيكال مره ديك الصفه الراي مره ديك الصفه الشرقي مره ديك الصفه النغمه المغربيه فهمت ديك تلاحظ غير لا شونسون انا دريت ما تقدم ديك انت غوفي الا ديك شلحيت الا ديك تاول لي زانسترومون شلحيت عم قدام عم كذا فهمت ولكن اخي غادي تنطي اللحن النفسي هي شويه شرقي وي وي بيان سور هي شرقي هي شويه تركي هي فوالا 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 ديك هي ميلونج تدغري ايطالي النمط وراك كما النمطيه دانا سكر لا فيبار لوطار خنتانط العود خنتانط الجيتار خنتانط افتاري قلنا فاغي ديال الوحه فنيه اغنيه ميم وميم طون ديال الوحه فنيه قلنا بزاف التعابير يعني اي واحد قادر يتصنت قادر يفرح صابر نجاح مجندا ميك ترى غادي تختار داك يو المقطع مزان ناخذ اختارتيين هذا اختارنا شي يو المقطع بيان سور تذكر نيت سويف البرنامج اذا صابر نجاح من ميس نتين غير ميس نيت بولمان صابر نجاح شكون الصراحه صابر نجاح ديما دي ايغا بريون ونسل لنا صابر نجاح دي تغلي تكنو مصري دغري لا ندير حلقه انا تكنو لبناني ياك صابر نجاح من ميس نيت بولمان او ديال غنان ساو ديك الصراحه قالو ستيلنز كاين نجيب المنصوري اذا كنت نصح تدو ما تستابا يوتيوب صابر نجاح عاونات شويه سلي لايك عاونات شويه سلي بارطاج عاونات سلي معقول الصراحه يستحق صابر نجاح اديلي اي بارمي بن بعدا كاين بيرسونيلمون كاين شخصيا يعجبي صابر نجاح دتمنى كان واس نخدم من كديس كان العمل المشترك بيان سور بوركوا با ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله فوالا هكا تجاد تسكرت والمقطع مزان بدنا كيسفليدن نزري سيري سقسيتني اثنين أنا اللي كيلي اختيار عندك مرحبا انا دريت مرحبا هو قال كنا تشكينا ونا نشرط ونا نكني وسين غير تكلو غنيان ونا تكلو غنيا يا طنين انك دي باين انك دي باين غور كيين عبدك نسفل واخا بحكم واخا بون بحكم انني من العشاق الكبار الو الو بحكم وي داك تفليد هذاك وي الو بحكم انني من عشاق الكبار عبد الحليم حافظ قال لك نختار الاغنيه عبد الحليم حافظ اوكي مرحبا واخا مرحبا مقبوله مقبلنا بيان سور لي فان الجمهور نيت يتصنت مقبلنا مرحبا اوكي مدن كلشي داك تفليد دازك تغنات المقطع عن عبد الحليم حافظ نيك عجبك واخا مرحبا الو أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى
وفاك لو تنساني أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك وإن ضايت بأفداك لو تنساني وانساك أتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمعي فكراك أرجع تاني في رؤاك الدنيا اسمح لي يا معلقة مشت لي يا معصباء. اوكي با دو بروبليم. نجاح قد نقول بيان سور ان نسكر سوري وجيد تكون صوره وي دي كونسونطراس يا با دو بروبليم. قناه جمد ناس في الدني ايتاغو في ينيد بعد الاستوار انت غوفي ميرسير تغوفي بون تغوفي اول حاجه تغوفي اول اغنيه بعدا كنشكر هو الاغنيه ندات انا خطف بو مندات الو ينكر العفاوي بزاف الدراري هيك مازال انك علاش غنات خشبات وغنات شي غير وي من بعد بحكم انني بعد غطفت مزيرت بعد غطفت غير بعد غطفت الوالدة بعد غطفت كذا نورمالمون كلا تغوفين تمزير تغوفين تين غير اشكو تمزيرتين واتي ودتات ماشي خير بومان دار بيان سور ميس نتين غير وميس نسامر ميس الجنوب الشرقي اكزاكتومون الوغ باش بردو لي فان نتين غير لي تمزيرتين وديتي الناس انا غادي القى سفر الاغنية شحيت خشين غير اين لي ديس يعاود لي فونتين غير يعطيك لي غور يعطيك كلشي باش يعني كون بوا تغنى الاغنيه لنا غنى اختي اكزاكتومون خشين غير وي بيان سور كذا كاين هي القضيه قال لي الصور نصلي كاع هذيك كاين هي القضيه هذيك هي ربي العوان لا غور كلي فان كاين غير لا فان بوما لا فان كازا لا لي فان قرباط لا لي فان عرب لا لي فان مزيغ لا غور كيو المشكله خاطر لكن قلنا لي المشكل لا تغنات تعرفنا لا تغنات مازيغ ولكن دي دونتيتين كي تقيس ميس نت مازيغ ميس نسامر انسفل دي سيرفس انسفل دي لا شانسون تاغو في نقول زير كنكمل لي سقسيتنا عندك ديك يجمع صابر نجاح يمسرد نعزانين هاد نقول سر لا شانسون ان تاغو في ان صابر نجاح مستمعينا غادي نسمعوا دابا اغنيه ديال صابر نجاح تغوفي ونرجعوا من بعد قلت زير نغيم سفيد نعزانين تنمرتنا تسانو تمازيرت اينو عزان تغوفين امانو اما سنغو اين اللان تريخ مين اتسانو تمازيرت إني عزان تغوفين أمانو أما سنو أين لان علوني لا تفكروني في الغربة راني نسوفري راني نقاسي راني نعاني بكانت عيني استوار لعبت بيا عيشتني دور الضحية في بالي كنت معاك وعلاش منك راني بعيد
انت يري وانت مزيد وين حيداس تمازيرت اتطفين وامان اسد نوايو وريخسي يمدوكا وين سايري وين تمزيد دوين حداث تمازيرت أتطفين وامان أسد نوايو تغفين كنيدا ونزور نغام قران صابر نجاح تحية بيان سوري محمد علي تحية خاصة إخالي بيان سوري خالي قلق لكوت تحية إخالي جفوس أول مرة دي حاطر عنا صداق اللايف أول مرة تحية أحمد حيوط لحوخيي أوسي على خير دمت كلو ندينا حاطر تلمرت مننا نقول سر أنا زرنا مقران بحاء الشاوسي بزاف ندينا حاطر كلو مسفليد من أول دون نزر أن نقول سر أنا زرنا نجاح على نجاح وي ألو خويا تلدي قناع بيان سوغ المباشر دي أغن أول دون نزر نسلي تغوفي نقول سرسق سياتنين مدين المشاركات انك انا زور النغ المشاركات انك انا الحفلات انك تلفازة نعم واخا انا المشاركاتين طاغ انا جميل اكين يختليناني اللي زانينا غير من غير المشاركات انك ميك تشارك زعمامات المشاركات انك تشارك في الفيستيفالات نغطيق الحوارات نغطيق واخا واخا المشاركتين وسيدي قالك مين وقت عقلك زكتومون سويتو الو لوك برنامج مسار دوزيام وي مسار دوزيام زريتك مسار دوزيام وي برنامج اي تراس باغمي الجروب ني اللي غفلي برو جروب الكره الموشحات العربيه الموشحات داكور الو برنامج مسار برنامج صافي الله العظيم الي دوزيام D'accord. En quel profiteur À te profiter en quel lors d'or باش دي تسكر اش كوسكي دار بيان سورس داك لا جام ولكن ري غدريك دريكس دو لا جام تو كونسونتراس مزيان مساك نفك على نوت كاين يا با بروبليم ما خفتش على مثلا نوت مثلا نوت اللي خفت على الناس يعني مثلا نوت ماشي لا نوت دي دان غير وي وي دي كونسونترات وي دي كونسونترات وي دي كونسونترات راه درت في شويه الموال امزان نكون دي مسفيد نا درت في سكادو يوم الموال امزان هاديك شي مكوسمات بيان سور ولكن في كاديو الموال وي 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 حاكي سما زيرتي فريمون يعرفي دو سميت ما زيرتش غير وي وي في كاديو الموال امزان نستاهل نسفي ديو الموال امزان ايه مرحبا مرحبا خويا نجيب Ira ra 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 الله 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 الله
عاد ليكور هنا عندنا كنا ليكور صراحة صراحة يا سلام يا سلام يا سلام صابر نجاح من ميس نيت بولمان من ميس نتين غير الصراحة البرنامج من أول دنازور إيا باش دي جبد المواهب ني لينكسين غير نور السين بنيتين غير أنا دي كنا الدور أول دنازور الصراحة إلا يودور باش ديك حيترة ديك اللي غاصدها البرنامج من أول دنازور فريمون كي لاغور الشرف لاغور الشرف خطر باش هذيك قيم غير كيتي ولا هذيك كيتي فريمون لاغور الشرف خطر صراحه والله ميرسي بوكو ميرسي بوكو جيسبر كان شكرا واس بزاف ارك شكرا بزاف ولكن كاين خفي الالتفات الالتفات الطيبه تاعنا شكرت باش تعرفت وكاين خف اشوف قليل قليل يمكن يسكرني يمكن يتحول باش يأدي بين نجوم تمازير الفنانين تمازير زعما فريمون العقليه ناغورتي لا قليل قليل ناغورتي تفاتها من العقليه ناغورتي لا ميرسي بوكو صابر نجاح راك تشرف بزاف تشرف بزاف ميرسي بوكو صابر نجاح جيسبيغ كنوثق نخدم باش درتو باش درتو باش درتو هاي طال البرنامج شاد الالحان وي ودارت شو تاخ وي الوغ برنامج مسار برنامج شاد الالحان يقول حفلة في قنيطرة بمناسبة عيد الأم لديك بزاف المغنيين اللي قدمنا على الصعيد الوطني معروفين على الصعيد الوطني بزاف ديال الحفلات على الساحة على الساحة المحلية كازا طربيطة يعني على برا تنغوري وتيوسنا فرنسا ولكن لو بروبليم انه وري طبيعا الفيزا في لا ديرنيغ مينوت اشكو قلنا وزيد تفير لاكارت كارت ارتستيك سو كي فيور غورت لي بروف باش ازدو غادا فات زريعه نهار البرنامج ليالي القاهره اسمنت ليالي القاهره وي كيرو كيرو باي نايت اكزاكتومون هادشي لي التاريخ فرنسا انا وزنيت لانفيتاسيون وزنيت كلشي ولكن وريتي غازدو غنشكر وريت زان شكور وريت لي لاكارت ارتيستيك وسيد تفير لقنا لاكارت ارتيستيك وي بيان سور دريك دريك قاسدو دريك ديك قاسدو سقا باش نخدم لك ديك اشكو سي الساعه اللي وريت سمكي غيك بليزير غيك بليزير ان شاء الله بومال دات شارك غديك في فيستيفال تيم الفا زري حوار مباشر راديو القاهرة صوت العرب في القاهرة لاني ديغنيغ العام اللي فات لقنا منتور اكزاكت منتور بالضبط شكون الحن غي تنت لاغاني يوت الاغنية الحن يوت الشاعرة مغربية معروفة اسم فاطمة زهرة بالمختار كنقدم لها التحية من خلال هذا البرنامج شاعرة معروفة على الصعيد الوطني وهي شاعرة عصامية تكيدي في الأبيات اللي كانت لحنت ناس داكور لحن خنت قولوا انت مصر يعجبس اللحن الناغي مصريين يعجبس نصفية بزنيد سيوت كان دي لقاء مباشرة من كي تضيين راديو صوت العرب في القاهرة داكور داكور صابر نجاح بيان سور دينا نور دي الدين نوري حطر ديكنا صابر نجاح من ميس نتين غير من ميس نسامر من ميس نيس بولمان اكزاكتومون نورا فاتي ميرسي بوكو بور لو سوتيان ديما تحط ديكنا نورا فاتي تعاون اختي لي جيم لي بارتاج ميرسي بوكو نورا فاتي صابر نجاح الى غاكينا يونو ولا مستر تنصحت مدن لي زارتيست نسامر لي زارتيست الجنوب الشرقي انا يوسين ازوان غد الفن مصر تنصحت كيين كبنادم لي غرا الموسيقى لي مغري الدبلوم ديال الموسيقى ني الملحن عازف عازف على آلة العود صراحة تنصح مدن ادنا تسأل سكر صابر نجاح الفيسبوك قد زرنا زعما قد سني عجب الحال جنيس كار صابر نجاح مست نصحت لي زارتيست كي سامر صابر نجاح اولا ماشي غير غادي نصح لي زارتيست انما راه نصح الناس اللي تكلفن في الفن مصدر الفن مصدر الثقافه يقول سامر حسين غير دي بومان مناطقنا لي ريجيوننا اولا راه تنصح غنيتني بعدا اولا باش هذاك اللي اهتمام
الطاقات الا نحسن غير الرومان في الاهتمام الموسيقى في الاهتمام او استقطبن الفنانين استقطبن اساتذه الموسيقى خلقنا ربما مهد سنين خلقنا سنجال معهد موسيقي كما زرت باش هذا الدراري يتفجر من الطاقات نفسنا شكوت فريمون ماشي نتعاتب الدراري نتعاتب الفنانين يشيرنا نتعاتب ولكن وروفين ما تنعاون وروفين ما داس نيوم نفوز اتفق ديك غير سامحي كما زرتي سافر يدوس اتفق ديك ولكن سامحي اتفق ديك كاين نسنى تنسى ونعاود نسي ونعاود نغوت نعاود نسكر السنه شحال الدوله وثلاث تمشك الدوله ثلاث تهمش المناطق النخ ثلاث نتاج يمكن عونان وميسترات نصحتكيين الفنانه نادي الدان ديك الجنوب الشرقي ما غاديش يران هاد لاصون الطاقات يون ديك سنه صابر نجاح يون ديك سنه افكار ربي متن نادي الدان سادات نني صنعت الصوت نس يوما دار نغدي العالم كله يصنعت الصوت نس يضيف اي محل مويا ماشي يوفى لي مويا كلشي يوفى غير محل مويا كيما داك التيني بيت تنصح الشباب ما نقنوي الحكومه ما غدانا نقنوي وين المخزن ما غدوانا نقنوي هذا خص كرن انا الصراحه الوقت الضغط ديك سنتمي عوض حاح بيت تنصحت كي الشباب ناقص في ديك لي زارتيس بيت تنصحت مدرسه سكرن اشكو ديك لا يوتيوب لا بزاف ني دغار ني ندى ادا سيني شيران اد المدن يعري من نتمازيرس بس نتنصحتيين واخا كل شيء دراري ني قلت لا يمح الملكه كي تختيني الملكه فنيه غير شي حفاظ تيلي غورس لا فولونتي الاراده اكبر اهم حاجه هو الاراده باش تقولوا تيوت الحاجه خصك الاراده خصك صبر خصك الاراده خصك تيريت الاله انها تستعمل وي كمثال تختار تيوت الاله قادك نجكيا لاختيار اخترت الاله انها تختار نامبورت اخترت العود اخترت الجيتار اخترت اللورك اخترت اللوتار اخترت ادواتي اللي حب بعد اولا الاله انها تستعمل باش تحتاج تغنى صافي انت باش هذاك الشكل بعدا صافي ريت بعدا عاد باش هذاك الشكل انت تايتا انا تريت كنت تريت وتنا كثير ياك احنا نصايح غادي غون في يوتيوب هاد لانديك الدروس الموسيقى لانديك الكتب الموسيقى هذا انت تدير تيار ريكارد يخفنك وسجلت ماكي صغران واخا داك داتيريت فريمون كان يو انك سمعات شويه بشويه من استاذ وانا ولكن المهم ديجا طمالي الا وين نعرف الشرجمه من الظن غير هذيك الساس اللي تاغنا هي المهم دي ميتر اكني خصال اراده سمحي صابر نجاح هادي نغ يومس فليد نغ نغ يتسوفير بيان سور الحسين امازيغ سي ولد كتلالا الامكانيه باش تغرس البرنامج نقود ونازور مسيزات سي ولد سمخت ثلاثة تفت كانو سقسي ونازور نغ خالد نجاح صابر نجاح قلت خالد اشكون صابر صراحه دروسنا الفنانه يقن صابر الرباعي بيان سو دروس صابر الحسين امازيغ ميسي سابارتي ولت الامكانيه باش هذا اختي ولت سال برنامج بيان سو صابر نجاح ميراك سقسا هذا كينير ما ديك التفاعل الجمهور الجنوب الشرقي نغدي سواق الجنوب الشرقي نغدي كازا نغدي الرباط خف الاغاني كاين خف الاغاني زعما يعني التفاعل اللي فن وي الوغ صغير نجاح اصلا وسيجي معروف بزاف في المناطق النار يعني قليل نيسن صغير نجاح ولكن الحمد لله ويت كله نيسن يعني لا بلوبار جوني لي فانديتاسيون لا نغوري فارمي لي فان لي فامي دي فيسبوك
هذيك التجمع يعني الحمد لله الا التفاعل يعني غير كي طنا السمر بعدا ويطني يسناني يقول هو اللي ما ودنا نسني يقول هو لا تفكر ديال السينما ديال بلا ما سنيتني تكازا التغطير الحمد لله كلنا لا بلي بار الدراري سني لا بلي بار الفنانين سني الحمد لله يعني ونا كيسن صاحب النجاح الحمد لله تلاقوا ريا والصوره يحلانا ما نسمع هذا هو اي تدا لابيل يكسوفي ستتعود هذا اختصار ونادي غراندريك قد يحلو اشكو ورفع هذا سي لابيل ديريكت ونادي سوان ديك يعاودي سونا ياخد سواق الواتساب نغد ديك التليفون صابر نجاح جو بونس وي 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 الو اتسفليت وي مرحبا مرحبا وي وسنا ماذا دي سوون داك يلوخس الدور وانا دي سوون المهم يعاود وانا دي سوون داك يعاود دي سوون هاد بيان سور مرحبا يسون ديال البرنامج الاول دو نازور 00 33 7 68 41 0 38 00 33 7 68 41 0 38 سواق الواتساب نغدي نيميرو التليفون مرحبا يسون صابر نجاح جو بونس قنس في ديوت لا شانسون نقول تسكيره البرنامج نكديك ما ترى شنو ما نحط بروبوز اسكيين صابر بلا سنة سي لابيل بلا سنة سي لابيل الو وي الو وي ديك سفليت الو وي ديك سفليت سي ناجي بخير لاباس مدينة إلا داك سفليت مزيان داك سفليت مزيان إلايتش الا يتشم تاكل البرنامج لحسن خويا علي لحسن خويا علي سيكي تا مستوجت الو وي الو لحسن خويا علي سيكي مستوجت صافي نقاس صافي اتم تاكل البرنامج بيان سور الو تدا المكالمة لحسن خويا علي جيسبر غادي يعاود اوان اما تا لا شونسون انا نخت بروبوز تا سابع نساني داكوغ يمس فريد نعزاني نقيم لا شونسون صابر نجاح نساني اشكون نساني فريمون تلاونسي وستيو القصة هي شوية افريد تعاود ايه تخت تعاود قبل هذا الزين داكوغ يمس فريد نعزاني نقيمه ديكنا لا شونسون نساني صابر نجاح قيمه ديكنا يمس فريد نعزاني انت نمرت صابر نجاح اغنيه نساني قولي شكون يفكر فيك قولي شكون يقدر يبقى معاك ولا غبتي تسناك في الفرح ديما معاك وفي المحنة ما ينساك قولي شكون يخاف عليك قولي شكون يفكر فيك قولي شكون يقدر يبقى معاك ولا غبتي تسناك فالفرح ديما معاك وفي المحنة ما ينساك لا معاني كلمة وحدة نقولها تاني قولها تاني لا معاني خليك انساني
على حب جديد منسوال منطول فغرامي معاك منطول بس لا ما نمشي ونخليك وانت الهوى اللي جايب بيك في اللول كنت معول واليوم حالة بدل بس لا منسول على حب جديد منسول منطول فغرامي معاك منطول بس لا ما نمشي ونخليك وانت الهوى اللي جايب بيك في اللول كنت معول واليوم حالة بدل بس بلا معاني كلمة وحدة نقولها تاني قولها تاني بلا معاني حسن ليك انساني حسن ليك انساني صابر نجاح انساني نسي يوت لابيل نادي الدان الو 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 وي الو ديك سفليت الو سي نجيب بخير لاباس تنميت نكيان ديك سفليت مزيان دغي وي يون جيم دوكا لو جيد البرنامج ذاك نتشكر بزاف ياك صراحة انا نقول نقال انه يتخن لني سمي احلان صراحة ذاك نتشكر بزاف غير سبعدا تنميت نكيان الو وي الو ديك سفليت ذاك نتشكر انا بجين شخات داك نتشير نبجين شخاتي صابر نجاح الصراحة أسان ديكس بزاف المواهب يخصا غير تخنتي اللي قلت ما تنديس بياني دي خصا ويمشي لكن الحلقة اللي غياد الصراحة المنطقة اللي تعانت مش ويأتي الناس كنتشير بزاف شو تشير سميتي اللي قلت خاتي أتني سن ما تزن تغد غازي تيسن المناطق يارنين وين الناس مريو ديك سي تيسن وي أدك يسفلي ديك يسفلي صابر ألو صابر ألو هذا إلا ديك يوم يسفلي دن نغيق يتمسكت ودس سفلي لا ودس سفلي نغمزيان دس سفلي ديك ألو نو الو سفليت دريم سيان هذاك سفليت ديك جو بونس ديك سفليت وي قاديك سفليت ديك صابر نجاح وي دا سفليت دي مسفليت انا نازور دا سفليت ولكن شويه ويلي اوكي وي لا شويه المشكل قال لابيل اشكو انت اللي جونو دارو اللي جينا زعما الا جونو دارني لا الصدا دونك رايك جات في سقسيك في سقسيك ماتنا من بعد بيان سور قلت كونتاكت غير غير وي واخا نكريت تفاعل تفاعل هاد الفكره ان صابر نجاح انك مثلا انك ما خليه لينك مع انك المنطقه مثلا خصك لين مثل المعاهد خصك ولكن انك بالتعاتب غوت الفنانات خلنا اليوم شوي المستوى يعلى شويه اتمنى خصك يحرك المنطقه الصراحه يعني ما خصك يحرك المنطقه مجال ينتقل سدو ولا الشاز ولا يمكن انك اصلا تقالين تهمش مقصود المنطقه يعني يخصوا الفنانات خلنا اليوم شويه المستوى يكثر شويه ديال المنطقه نسريحه ولا هذا سي يمشي لنا ان مثلا العلاقات مثلا ادعم وي الو الو وي ليس في ليدر داكس فليد انت مثلا سؤال إيه ما صابير هذا سجايا سؤال ما خليك دون اليوم من الجنوب الشرقي يبدو يبرد من الصافي يزري المنطقة يبدو يسري نخدم قيت سمت المناطق يا ابنان قليلا كما قدي تعيات المنطقة مثلا لا تقدم جان الحاش ناضي سينا قوي دي قال إيش غرق المنطقة دي قال لي توتشي المستوى مثلا جميع الميادين ماشي غير الفن توتشي المستوى يعني ودي دي تعيات تقدم جان الحاش المنطقة وخلنا تلقيك كراهات ولكن على الاقل لم تيتسمح الحوايج ممكن تتحقق من هذا مثلا داكور يا جماعه
كما احمد سي قولي دو سقسين كسرعه كن كونتاكت تاع الخاص باش انا هذا فن نسقن كديك يوت الحلقه الجمعيه نتاع عرمان تمستوش ضروري تبروغراما باش تزيري اول نزور تنمرت نيكيا يا نجيب يا نجيب وي الو وي وي داك السليد السي نجيب لا نمشي معاه نعاود البرنامج يعني تسير غير شويه خارج من هذا البرنامج شويه دي عاود غير نفتح غير في القضايا وين نفتح غير في القضايا شو سلم غير بزاف المتتبعين بزاف تا ولا بزاف المتتبعين داك تاع البرنامج يعني نتمنى غير نفتح غير في القضايا باش نتوجه سموني في المنطقه باش نتوجه يعني الدعوه يعني هذه زور المنطقة ونفس المناطق نانسين غير أنا بس نتوجه دعوة في الجمعية نسعر ما نستقبل بزاف الفنانين مشينا الفنانين مشينا بس نتوجه دعوة خاصة كائب المنطقة كيونس الفنانة يخسر نفس يعني أبغار الساحة الفنية ماشي غير المستمر ولكن الساحة الفنية يعني بشكل عام بس نتوجه يعني دعوة المنطقة تشعر بزاف لما نجيب غير لي نسيو غير فور طوال بزاف اسمه تجاوز او دي احمد سي سمستوش ميرسي بوكو بور لابيل باسابير جو بونس دارت تفرلوخس راك جاتيني اولا مقارو يمس في دن عزانين انا دغري سينما دي نسري ناشكور سلبيغ مزيان إنك أنت إنك إنك أحمد سكتمستوش إنك ما غالي الفنانة نسامر نغدي الجنوب الشرقي ده تقولون ده تتنم نزلين الجنوب الشرقي لا بلاكس بلاكس أي ومتون نغي لأنك المنطقة النغي بما يزلين يتسون الفنانة زعما وانا نقول لأنك الفنانة ده تتن من الجنوب الشرقي الصراحة إلى غرس الحق أشكو إلى غن عزيز حسني يون من ميس نتين غير لأن يقولان ولكن ورجين يسكروا الالتفاتة يتمازير نتين غير أين نغ دي شوف أي فنان تغوصتي لي شخصيا تغوصتي لي فنغ يعني دي تغوصتي لي استقلالية التشيا إلى من يعني كويون جميتي تسكار كويون جميتي نتبعدها نتبعدها ونو نتبعدها الدراري قويت مازيرت ونو نص مازيرت تحاول ما يمكن السلاغ دي غير ترتقى فدينا ترتقى فدينا كتين غير البخص يا الفنان أخطار نغوص العود يا بزا بزاوي بيان سور بزا ويتيغارور خلي ديك الجماع يريح ديك يفكرها ولا تيد العود انت عزف العود ديك يعني مين كتولي فيه ولكن صبحت شحال هيا ولكن تيغارور هذا الدافع اللي يغوص تيخص 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 يعني وغير ديك الفكرة انا باش انا ندوز دوز زي غايت مازير نو انا الحمد لله وديك انا راه الاشارة لكل واحد اي واحد يرى قال حاجة في غتعاون غتتعاون داكوغ اوكي صابر نجاح يقول هذا هو اللي غادي يتفتا اولا مكارو يمسفلي دناشكو البرنامج صافي تدا الوقت صافي راه تكمل الوقت البرنامج راه تفتا اولا مكارو دختيني تفتا اولا مكارو يمدن ناكسفلي دن تنيتا ما تفيت البرنامج الرأي ديالك في البرنامج ديال اول دو نازور ولا حديث مع فنان وجه تحية كبيرة كل شيء يمثلي في المخ يتمزير كله لفن فادر نجاح كل تشكر كله ينسيان كله يتمنى تشكر كله لفامين ويتومان دب ولكن غير إسماء لفامي كل شيء وإن كل يتمنى فادر نجاح كل تشكر ونساش لفامي كذا باش نعطيو عاوتاني بالعربية نعطيهم حقهم بيان سور كنشكرهم بزاف حتى هما كل واحد سميتو و في الأخير كنشكر الأخ نجيب المنصوري فريمون شكرا بزاف على هاد الالتفاتة وشكرا بزاف على هاد البرنامج ديالك اللي
يحاول انه يدرس الطاقات اللي كاينين في مناطق ديال سان غير بومان واسامر ومهم برنامج غيمو في المستوى ونتمنى لك مزيد من التألق ان شاء الله ومزيد من العطاء ان شاء الله انزول زي نتريد. ميرسي تنمرت انك سابر نجاح سابر نجاح باش هادي تفيسي غير وتلا بيرميسيون باش هذا سال اغاني تقنزيك راك البرنامج لو قلنا قلت لي صديقنا قال الحوار تنمرت ميرسي بوكو سابر نجاح تنمرت سي جان في الوقت اللي تفكي سوتكيين بيان سور ميرسي بوكو نسقل مان بيان سور ميرسي بوكو سابر نجاح مرحبا خويا نجيب شكرا بزاف ميرسي ميرسي تحياتي يمسفيد النعزانين تقول تيران البرنامج والد نازور وبيان سور تشكر كل وانا دي حاضر الناس دغ البرنامج بيان سور وانا دي حاضر كل وانا ورسين البرنامج تينا ماس بيان سور البرنامج والد نازور البرنامج فوالا نتا وين لي زارسيس فرن تنشكر باسم صابر نجاح وباسم اسمي انا نجيب المنصوري باسم برنامج وض النظر ولا حديث مع فنان تنشكر كل شيء كله متتبعي ولي فان ديال صابر نجاح تنشكرهم في كازا في اي بلاصه في المغرب تنشكرهم بزاف بزاف سليمة aussi مرحبا بك ميرسي بوكو بوغ لو سوتيان اي بوغ لي كومونتير ميرسي بوكو الناس الاصدقاء ولا لي فانز ولا متتبعين ديال صابر نجاح في برا ديال الجنوب الشرقي تنشكركم بزاف على الاستماع وتنشكركم بزاف بيان سو على التشجيعات ديال ولد بلادي صابر نجاح وميرسي بوكو جلستوا معنا سمعتوا بيان سو بالشلحه دونك ميرسي بوكو بور تو الموند يمسفيد النانا يمسفيد نيدي وسامر نغدا هولندا بيانسو أحمد أحيوط دلا فامي أحمد أحيوط بيانسو كل مدنا يمسفيد نيدي برا المغرب ناضي ينسو المغرب حسيني مازيغن ميرسي بوكو سامادي تنغير وسي مدنا يمسفيد دوني كيرون ديفو سيمانياتي نادي الدان بيان سور سلدتا اول نزور نكوني ديون الارتيست بيان سور نتيس دوسامر تنمرت من شيان بارتجوات البرنامج بارتجوات الحلقه دوري كان رونديفو السيمانياتين تنمرت شيان مني انا نجيب المنصوري و في الاشراف الفني الا غون دولي الجرافيزم ريمكا لا كونسيير دو بروغرام عيشه عرجي لبار اي التحرير تلغونا تتبير سي غودان ميرسي بوكو كل الطاقه من اول نازور ميرسي بوكو تحيه خالصه اي راجل منصوري لا فامي المنصوري بيان سور ديما نايس فليد نيك الوقت الدغ تاني ميرسي يان نسات كلمان احلى تحيه للذي يكون نجيب المنصوري هي الحلقه من برنامج اول نازور كنت صابر نجاح تاني ميرسي نونكيان نسات كلمان ار سيمانة دي الدان تنمرت نوني مسفلدنا عزانين دون زور اولا بعد ارتقالك تشكر بعد الاستاذ نجيب خفوي الضغن البرنامج من تسكرت لان هي البرنامج يجان شيق يحلى ليش مجمعي متكال يجمع الفنانين يجمع بزاف الحوايج يعني راك تشكر بزاف 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 خويا طال المبادره انك تشكر تنمرتي جانا نجيب بخصبيري تنقرأ من الصفات تنمرت خصورين تنمرت كله وين يستفيد ولا وين يتبعن ولا وين يستفيدنا دي كومنتير أرد شكر غمتنا ناي حاطر ندوينا وري حاطر ندوينا يسوي النادي حيطر أرد شكر أستاذ نجيب الزول نجيب الزول الزول قلنا كي سفيد
تنمرت لك الاستضافة تنمرت لك الدين جبان دورة خطرة ديتشن السورب الفساعين احنا نتمنى ممكن تبارتجين ما رديسير المجنش